5 مسؤولين سامين تحت الرقابة القضائية عن تهم تتعلق بالفساد، إجراء قانوني يرى فيه الخبراء طوق نجاة للمتهم حتى وإن كان مؤجلاً. هي السلطة التقديرية دائما تعود لقاضي التحقيق، وقاضي التحقيق يكون سلطته التقديرية بناء على مكونات الملف ومدى خطورة التهم المتبوع بها الشخص الخاضع للتحقيق. ولذلك كاين عنده إجراءات، يعني الأمر بإيداع في الحبس لمدة محددة قانونا قابلة للتجديد، أو إفادة المتهم مثلا قضية تحقيق ذلك بالرقابة القضائية. ثقل الملفات وخطورة القضايا وخلفيتها خيط رفيع بين المتهمين وقاضي التحقيق قبل استصدار الحكم بالحبس المؤقت. ثم إذا كان وكيل الجمهورية رأى بأنه الإفراج عن السيد في إطار مؤقت فيما يسمى بالرقابة القضائية أنه غير ملائم وأنه يمس بالأدلة على الجريمة المتبوع بها المعني، في الحالة من حقه كذلك يستأنف وتعود السلطة التقديرية الكاملة والقرار النهائي لغرفة الاتهام. غرفة الاتهام فقط من تملك حق الطعن والاستئناف في أحكام قاضي التحقيق، خاصة إذا طالت مدة التهم باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.